بسم الله الرحمن الرحيم. مع المحاضرة الثالثة في كورس سيك اف ان دي، اول كورسات سي سي ان اي سايبر اوبس. النهاردة ان شاء الله هنبتدي نتكلم في الاتاكس بتاعت النتورك، او الاتاكس اللي بتقع على النتورك بتاعتك، وخصوصا على الاند بوينت اللي موجودين داخل النتورك. يمكن الجزء ده او من بداية الجزء ده هو اللي هيميزنا في كلامنا عن الكلام بتاع النتورك سيكيورتي. لو في حد بيسمع المحاضرة ديت واوريدي كان مخلص كورسات سي سي ان اي سيكيورتي او سي سي ان بي سيكيورتي، فانت اكيد كنت عارف ان احنا اغلب شغلنا كان على مستوى النيتورك ليفل، ازاي بنحمي النيتورك بتاعتنا عن طريق ان احنا بناد بعض الابلاينس، بعض الفاير وولز، بعض الفيتشرز اللي موجوده على السويتش او على الراوتر عشان توقف لنا الاتاكس اللي كانت بتتم على مستوى النيتورك. اللي بيميز الكورس بتاعنا ده كسايبر سيكيورتي عن النيتورك سيكيورتي ان احنا هنا هنتكلم عن الاتاكس، الاتاكس اللي بتقع على مستوى النيتورك برضه، بس تحديدا اللي بتاثر بيها الاند بوينت اليوزر نفسه. فعشان نتكلم عن الاتاكس محتاج اعرفك ان الاتاكس كلها تقريبا او اغلبها منحصره في اربع بروتوكولات. عندي بروتوكول الاي بي، بروتوكول التي سي بي، بروتوكول اليو دي بي، بروتوكول الاي سي ام بي، ودول اهم اربع بروتوكولات موجودين في التي سي بي اي بي ستاك. طبعا انت في السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج كنت درست حاجه اسمها او اس اي، كان عباره عن 7 لايرز، قلنا ده اللي بيحدد او ده اللي بيرسم لك النتورك بتاعتك الترافيك فيها ماشي ازاي. بعد الاو اس اي كهيستوري اختفى، ظهر مكانه التي سي بي اي بي، وده بتاع وزاره الدفاع الامريكيه اللي هي اليو اس ديبارتمنت اوف ديفنس. استبدلت الاو اس اي بالتي سي بي اي بي. طب الميزه فيه ايه؟ ان هو اخف واسرع في الامبلمنتيشن، وكمان البرفورمانس بتاعه اعلى. فانا هنا خلال الشابتر ده هكلمك عن اكتر الاتاكس اللي بتقع داخل النتورك بتاعتك، وتحديدا بيكون سببها بروتوكول من الاربع بروتوكولات دول. اول بروتوكول منهم اسمه اي بي vulnerabilities، او الاي بي نفسه كبروتوكول ايه هي الفولنرابيلتيز او نقطه الضعف اللي فيه. الاتاكس اللي هنا مشروحه لك بشكل سريع جدا، بس على اساس ان انت لسه هتشوفها قدام شويه في بقيه المحتوى بتاع الكورس. فهنا في عندي اتاك اسمه مان ان ذا ميدل اتاك. يمكن ده اشهر اتاك بيتم عندك على مستوى النتورك بتاعتك، ويمكن انت شفته ايام السي سي ان اي سكيورتي او سمعت عنه لو انت كنت بتحاول تدرس اي كورس من كورسات الهاكينج. مانج ذا ميدل اتاك بالمعنى البسيط بتاعها معناها ان رجل في المنتصف. هيعمل ايه رجل في المنتصف؟ لو انت بصيت على الترافيك بتاعي بالشكل ده، عند هوست A بيكلم هوست B، الاثنين متوصلين مع بعض على نفس السويتش، كل واحد فيهم ليه اي بي ادرس، واوريدي كل واحد ليهم ليه ماك ادرس اللي هو بيلت ان على كارت الشبكه بتاعه. اللي بيحصل ده في الاتاك ان بيكون في واحد تالت معانا على نفس السويتش، بس هو مش عارفين ان هو اتاكر. فالاتاكر ده بيعمل ايه؟ بيبتدي يبعت رسالة لهوست A ويقنعه فيها ان هو هوست B، ويبتدي يبعت رسالة لهوست B ويقنعه فيها ان هو هوست A. فانا بالنسبة لي حاليا لما الاتاك ده بيتنفذ، هوست A كل مرة عايز يروح لهوست B بيبعت الداتا بتاعته للاتاكر، وهو مفكر ان هو بعتها لهوست B. هوست B كل مرة عايز يبعت باكت لهوست A، فبيقوم بعتها للاتاكر، وهو كان اصلا مفكر ان هو بعتها لهوست A. فبالمعنى البسيط بتاعها بقى في واحد معايا في النص، معايا واحد من الشبكه، بس قدر بطريقه ما ان هو يخلي هوست A يبعت له ويخلي هوست B يبعت له، اقنعه من الطرفين ان انا الشخص المقصود. الكلام ده تم ازاي؟ تم عن طريق حاجه اسمها الارب بيزد مان ان ذا ميدل اتاك، او الارب بنسميها اسم تاني ارب بويزنينج. طبعا انت عارف ان ايام السي سي ان راوتنج اند سويتشنج ان كل جهاز او كل بي سي من البي سيز اللي عندك في النتورك بيكون محتفظ عنده ببروتوكول اسمه ارب تيبل. الار بي تيبل ده عباره عن جدول موجود عند البي سي ده وعند السويتش وعند البي سي ده. الار بي تيبل موجود عند البي سي مهمته ان انا كل مره كهوست A عايز اروح لهوست B، بدخل عندي في الار بي تيبل بتاعتي اشوف هوست B موجود في انهي مكان بروح له. فاللي حصل الاتاكر دخل على الار بي تيبل بتاعتك وغير في الانتري اللي موجود فيها، عمل اديتنج جواها، فدخل عندك كهوست A وتلاقي ان انت عشان تروح لهوست B مثلا بتروح له على الماك ادرس اسمه ماك B، فمسح الريسورس ده من عندك وكتب الماك ادرس بتاعه هو. فحاليا عندك على هوست A في الار بي تيبل بتاعه عشان يروح لهوست B، اكتشف ان هو عشان يروح لهوست B هيبعت له على ماك ادرس اسمه ماك D. نفس الكلام الاتاكر عمله هنا. الكلام ده تم ازاي او تم بسبب مشكله ايه؟ بسبب ان كان عند الار بي تيبل اي حاجه بتتسجل فيه داخل الاجهزه بتاعتي بتتسجل بشكل دايناميك، يعني متغير،
فالحل بتاع النوع ده من الاتاك ان انت بتثبت الماك ادرس بتاع كل جهاز انت بتروح له تثبته عندك في الار بي تيبل بشكل استاتيك. الاتاك ده هنتكلم عنه تاني قدام شويه، بس حاليا بس كنت محتاج اعطي لك نبذه عنه او اعطي لك فكره عنه هو شغال ازاي. النوع التاني من انواع الاتاك اللي بتتم بسبب بروتوكول الاي بي اسمها سيشن هاي جاكينج. هي زيها زي المانج ميدل اتاك، بس فكرتها ان الاتاكر بياخد الاكسس مكانك. انا مثلا بالنسبه لي جهاز بيكلم سيرفر، ففي واحد دخل في النص بدا هو يكلم السيرفر ويقول له انا يا سيرفر الجهاز اللي انت كنت بتكلمه في الاول. ويمكن دي متعرض ليها اكتر على مستوى الويب ابلكيشنز. دايما تسمع واحد يقول لك تم سرقه الباسورد بتاع الفيسبوك بتاع واحد اخد الكونكشن بتاعه بتاع انستغرام او بتاع تويتر. فبقول لك النوع ده من الاتاك تم من طريق واحد سرق الجلسه بتاعتك، دخل كده اقنع فيسبوك ان هو نفس الشخص فسرق الجلسه بتاعتك. طبعا مفيش اكتر من تولز اللي بتعمل الكلام ده بشكل جاهز. كمان عندي نوع ثالث من انواع الاتاكس بتتم على الاي بي اسمه اي بي ادرس سبوفينج. زي ما اتفقنا قبل كده ان سبوفينج اتاك، سبوفينج اول ما تسمعها معناها تزييف او انتحال شخصيه. فاي بي ادرس سبوفينج معناها ان واحد اخذ الاي بي ادرس بتاعك. طب هيستفاد ايه لما ينتحل شخصيه الاي بي بتاعي؟ بمنتهى البساطه ممكن يبعت بعد كده اي ترافيك على النتورك ويبتدي يقول ان انت اللي بعت ترافيك. انا مثلا كمثال كنت لسه كمان شويه هتكلم عن حاجه اسمها دينايل اوف سيرفيس اتاك او هجمات حجب الخدمه. انا دلوقتي كاتاكر ده الاي بي ادرس بتاعي وده السيرفر اللي انا عايز ابعت له ترافيك. فانا مش هبعت ترافيك للسيرفر بالاي بي ادرس بتاعي اللي هو الحقيقي، يعني المفروض انا هنا كان في السورس اكتب 172.25.9.7. لا، انا كاتاكر هبعت الباكت للسيرفر وهكتب جواها ان اللي بعت الباكت هو الاي بي ادرس بتاع الفيكتيم اللي هو 192.168.64. طب انا هستفاد ايه من الاي بي ادرس سبوفينج؟ هستفاد ان السيرفر لما يجي يرد على الباكت هيرد على الاي بي ادرس الحقيقي، فهيرد على الجهاز اللي تحت ده. ففعليا الجهاز اللي تحت ده ما طلبش الريكوست، ما بعتش حاجه للسيرفر. بس اللي انا عملته دلوقتي ان انا هنا كاتاكر عايز اوقع جهازي ده من على الشبكه، عايز اعمل عليه ترافيك كتير، عايز يجيله ريسبوند كتير، في ريبلاي كتير بتجيله وهو ما طلبهاش، فبالتالي هيقع من على الشبكه او هيحصل له حاجه اسمها دينايل اوف سيرفيس. فانا بالنسبه لي ازاي اعمل الكلام ده؟ ان انا بدات ابعت باكت، وفي الباكت ديت وانا ببعتها بحط الاي بي ادرس بتاع السبوفد فيكتيم. يعني انا هنا كجهاز اخذت الاي بي ادرس بتاع السيرفر بتاع الفيكتيم وبعت للسيرفر، فالسيرفر لما يجي يرد هيرد على صاحب الادرس الاصلي. النوع ده من انواع الاتاك بيسبب ان الجهاز بتاعي يحصل له حاجه اسمها حجب الخدمه او دينايل اوف سيرفيس اتاك. بعد كده بنتكلم على دينايل اوف سيرفيس اتاك اللي كنت بقولها من شويه، ان الاتاكر بيحاول بقدر الامكان يوقع جهاز من على النتورك عشان ما يكونش ليه سيرفيس او محدش يعمل اكسس عليه. لو انا بعمل ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك بعمل نفس الدي او اس اتاك بس بشكل اوسع، يعني بستخدم اكتر من جهاز عشان يعمل لي الاتاك ده. وشكل من اشكاله هو السمارف اتاك، او اسف شكل من اشكاله حاجه اسمها البوتنت اتاك. لو انا جيت هنا في الشبكه اللي هي في الشكل ده، انا هنا كاتاكر عايز اوقع الراوتر ده، عايز امنع الخدمه من عنه. فانا لو اتاكر رحت بالجهاز بتاعي كده او رحت بسبوف ده اي بي ادرس، فبالنسبه للراوتر عادي جدا واحد بس اللي جايب له ترافيك، فهيقعد وقت طويل جدا عشان يعرف يعمل له دينايل اوف سيرفيس. انما انا كاتاكر كميجانيزم عشان انفذ حاجه اسمها ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس، انا كاتاكر بحاول بقدر الامكان ان انا يكون لي اكسس على الاجهزه دي، او بزرع جواها باتشات او بخترقها بشكل ما. هو دايما انت ما تسالش نفسك سؤال، هو ليه الاتاكر بيخترق جهازي؟ هو هيستفيد ايه لما يخترقني؟ انا ايه في جهازي اللي يهمه؟ ده بسبب ان اغلب الناس تقول لك يعني الاتاكر هيسيب كل الناس ويجي يعمل عليا اتاك. انا هو الناس مفكره ان انا عشان اعمل عليك اتاك يبقى معناها ان انا عايز اسرق من عندك حاجه على جهازك، باسورد، كريدت كارد. بالعكس، يمكن اكتر الاتاكس بتتم بسبب ان واحد بيخترق جهازك عشان يستغله بعد كده ان هو يعمل اتاك على حد تاني. فده اللي حصل هنا في الشكل ده. الاتاكر عمل اتاك على الاجهزه ديت، حوالي 6 اجهزه، وبدا يكنترول على الاجهزه دي كلها عن طريق سيرفر عنده او عن طريق ابلكيشن، يعني بنسميه كوماند اند كنترول ابلكيشن. بدا يستغل كل الاجهزه ديت ان هو يعمل اتاك على الراوتر ده. فحاليا الاتاك لما تم على الراوتر ما تمش من جهاز واحد الاتاكر ده، تم من حوالي 6 اجهزه. الشكل ده من الاتاك بنسميه ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك يوزنج بوت نت.
الشكل ده من الاجهزه كده لما بيكون في حد بيكنترول فيهم من بره بنسميهم شبكه البوت نت. ممكن نقول على كل جهاز من الاجهزه اللي جوه البوت نت بنسميه زومبي. زومبي يعني مفيش عنده كنترول، مش عارف يسيطر على نفسه. فالشكل ده بنستخدمه عشان نعمل ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك، بستغل الفيكتيم بتاعي ان انا ابعت له باكيتس كتيره من اكتر من مصدر. دي لو حد بيحضر في الامتحان، موجوده من ضمن الاسئله بتاعه الامتحان بتاعه السيك اف ان دي. في اسئله حوالي 3 اسئله من ال 65 سؤال بيكلمك عن الفرق بين الدي او اس والديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس. طيب في عندي اتاك بعد كده برضو بيتم عن طريق الاي بي ادرس اسمه سمارف اتاك. السمارف اتاك من اسمها سمارف معناه ان عددهم كتير، او جاي من اسم الكرتون اللي اسمه سمارفس او السنافر. سمارف اتاك ان انا كيوزر هيبعت ترافيك كتير جدا بشكل برودكاست. يعني انا هنا كاتاكر اول حاجه هعملها ان انا هبعت الترافيك لكل الاجهزه ديت، بس هبعت الترافيك ده باستخدام السبوفد اي بي ادرس بتاع الفيكتيم. فانا هنا عارف ان في عندي جهاز في النتورك اسمه 10.1.1.5، اخدت انا الاي بي بتاعه وبدات ابعت ترافيك للراوتر والبي سيز اللي عنده دي، او بعت بشكل تاني على حاجه اسمها البرودكاست ادرس. يعني الراوتر جات له رساله بعت لكل الناس اللي عنده. طب كل الناس دي لما تيجي ترد هترد على مين؟ هترد على الفيكتيم. الفيكتيم اصلا اللي ما طلبش الرساله، فجاه كده تلاقي فيه ريبلاي كتير بيجي له من بره وهو اصلا ما كانش طلبه. فهنا بيقول لك 1000 اوف اي سي ام بي ايكو ريبلاي. ده شكل من اشكال الدينايل اوف سيرفيس. انا عندي الفيكتيم فجاه من غير ما يطلب اي كونكشن لدول تلاقي في ناس كتير بترد عليه، فهو مش لاحق يرد على حد فيهم، فبالتالي الجهاز ده وقع من على النتورك او حصل له دينايل اوف سيرفيس. فالسمارف اتاك هو شكل من اشكال الدينايل اوف سيرفيس، بس بتتم عن طريق ان انا ببعت برودكاست لكل الناس فكل الناس بترد عليه. كل ده بيسبب لي حاجه اسمها ريسورس اكزوستشن اتاك. يعني كل الريسورسز بتاعت النتورك بتاعتك بيحصل لها داون بسبب ان هي ما عادتش عارفه ترد. يمكن انا عايزك تعرفه هنا في الاي بي فولنربيلتيز ان اكتر اتاك بيتم هنا هو السبوفينج، وبستخدم السبوفينج عشان اعمل دينايل اوف سيرفيس اتاك. بعد كده عندي بروتوكول اسمه الاي سي ام بي. الاي سي ام بي هو البروتوكول بتاع البنج. بروتوكول البنج من اهم البروتوكولات اللي انت ممكن تشوفها داخل النتورك بتاعتك. البروتوكول ده على حسب الريبلاي اللي بيرجع لك بتبتدي تحدد بالظبط ايه اللي حصل عندي في النتورك. يعني مثلا اي سي ام بي انريتشابل معناها ان الاتاكر بتاعي بيحاول يعمل عليا حاجه اسمها ريكونسنس. ده برضو شكل من اشكال الاتاك. لو في واحد بيحاول يعمل سكاننج على النتورك يتعرف على الاجهزه اللي فيها، فبيحاول باستخدام بروتوكول اي سي ام بي يعرف كل حاجه. هتلاقيني انكلودد مع الشابتر ده حاطط لك تول، او حاطط لك زي شيت شيت لتول اسمها ان ماب. ان ماب ديت من اشهر التولز اللي انت بتستخدمها عشان تعمل اتاك على شخص ما. خليني كده اعرف الاي بي ادرس بتاع جهازي 43123. خليني كده ده الجهاز بتاعي اللي انا طالع منه او الجيت واي. قال لي دلوقتي انت الجيت واي بتاعك الاي بي بتاعه اهوت، ايه البورتس المفتوحه عنده؟ بيقول لي بورت 53. لو انت عايز تعمل سكان بشكل افضل شويه فانت في عندك كوماند من ضمن التولز او من ضمن الاوبشنز بتاعت الان ماب، بس ده بيخليني يكون ليا صلاحيات روت. فانا خليني هنا كده اقول له ان ماب داش او، وبعد كده بدي له الاي بي ادرس. الاوبشن بتاع داش او بيخلي الان ماب بتاعي يشتغل، بس المره دي بدل ما يطلع لي بس البورتات المفتوحه ده كمان يطلع لي الاوبريتنج سيستم اللي شغال ايه على الجهاز ده. انا فعليا حاليا طالع انترنت عن طريق الهوت سبوت اللي مربوط عندي بالجوال بتاعي او بالهاتف بتاعي. فجاب لي هنا قال لي انت حاليا 43.1 ده عباره عن تليفون فون وشغال بالاوبريتنج سيستم ده اللي هو اندرويد جوجل اندرويد، وفعلا الاصدار بتاعه ايه والكيرنل كمان ايه والاوبريتنج سيستم. فدي حاجه بيطلعها لك. طب عارف الكلام ده ازاي؟ كل ده عن طريق بروتوكول الاي سي ام بي. فبروتوكول اي سي ام بي فيه اوبشنز بتعرف بالظبط تطلع لك كل حاجه بتحصل عندك في النتورك. مثلا لو انت عايز تعمل سكان بس بدل بداش او ممكن تقول له ان ماب بس، هيطلع لك البورت طبعا. لو انت عايز تقول له داش اس بي كابيتال بيطلع لك حاجات تانية. عندك داش اس اس لو انت عايز تعمل سكان عن طريق بروتوكول التي سي بي. السكاننج بتاع التي سي بي دايما احنا بنحتاجه لما يكون البورت بتاع او البروتوكول بتاع الاي سي بي نفسه مقفول عندك في النتورك.
فالان ماب كتول هي افضل تول دايما بنستخدمها عشان نعمل عمليه اسمها ريكونسنس. ريكونسنس يعني الاستطلاع عندك في النتورك، ودي هتشوفها برضك بالتفصيل قدام شويه. شكل من اشكال الدينايل اوف سيرفيس اتاك اللي بتتم عن طريق البروتوكول بتاع الاي سي ام بي، حاجه اسمها اي سي ام بي فلودنج اتاك، ان انا كاتاكر بغرق الفيكتيم بتاعي بريكوستات وما بكملهاش معاه. يعني كمثال انا كاتاكر عملت بينج على جهاز بس ما عملتش عليه بينج بالاي بي ادرس بتاعي، ده انا اخدت اي بي ادرس مش بتاعي وبدات اعمل عليه بينج، فالفيكتيم بيديني ريبلاي المفروض اكمل اتصال معاه، لا انا كنت بسيب السيشن دي مفتوحه وبعمل بينج تاني، فالفيكتيم بيديني ريبلاي بسيبه مفتوح واقوم عامل بينج تالت، كل مره بعمل من سبوف ده اي بي ادرس مختلف. فانا بالنسبه لي خليت الفيكتيم بتاعي يفضل مشغول على طول في الرد عليا انا، بحيث لو في حد تاني حقيقي بيكلمه هو اصلا مش لاحق يرد عليه بسبب ان هو مشغول في الرد عليا وعلى الترافيك بتاعي. ده شكل السمارت اتاك بس في صوره تانية، ان الاتاكر بيبعت برودكاست ميني اي سي ام بي ايكو، يعني بيبعت ريكوستات اي سي ام بي لكل الناس اللي عندي في النتورك، فالريبلاي لما يجي يرجع هيرجع على الفيكتيم اللي انا كنت واخد الاي بي ادرس بتاعه. فده برضو شكل من اشكال الدينايل اوف سيرفيس. ممكن اعمل الدينايل اوف سيرفيس عن طريق البروتوكول اللي اسمه تي سي بي. احنا دلوقتي بدانا نتكلم في التي سي بي فولنربيلتيز. التي سي بي فولنربيلتيز من اشهر الاتاكس اللي بتتم باستخدام الدينايل اوف سيرفيس هي عن طريق التي سي بي. يمكن عشان التي سي بي هو اهم بروتوكول عندك في النتورك بالنسبه لبدء الكلام مع الطرف الثاني. طبعا لو انت بتفتكر من ايام السي سي ان راوتنج اند سويتشنج كنت عارف ان انت عندك عشان جهاز يكلم جهاز اول حاجه ببعت له حاجه اسمها رساله السن، هو بيبعت لي حاجه اسمها السن اك، انا ببعت له اك بالظبط زي كانك عايز تكلم حد لاول مره فبتقول له السلام عليكم، هو اول ما بيقول لك وعليكم السلام انت بتبتدي تكلمه. انما لو انت قلت له السلام عليكم وهو ما ردش عليك فانت فاهم ان هو مش عايز يكلمك او مش عايز يرد عليك، فانت بالتالي مش هترد عليه اصلا او مش هتكلمه تاني. فهنا عندي نوع من انواع الاتاك اسمه تي سي بي سين فلودنج. الاتاكر بيبعت سن للفيكتيم اللي هي رساله بدء الاتصال، وبرضه بيبعتها بسبوف ده اي بي ادرس مش الاي بي ادرس بتاعه. الفيكتيم هيرد عليك بالسن اك، يقول لك وعليكم السلام يلا اتفضل. قمت انت هتسيبه وهتبعت له سن جديده بسبوف ده اي بي ادرس جديد، فهيقوم هو رد عليك بسن اك، هتسيب السن اك بتاعته وتقوم باعت له ثالث سن، هيقوم هو رد عليك بسن اك، وهكذا. الشكل اللي انت عملته ده اسمه دينايل اوف سيرفيس اتاك، خليت الفيكتيم بتاعك يفضل مشغول على طول. طبعا الكلام ده كله فيه عليه تولز جاهزه هي اللي بتعمل لك الكلام ده، بس انا هحاول اخلي التولز كلها كلابات، هخليها لكم في لاب واحد مجمع عليه تنفيذ مثلا الاي سي ام بي اتاك، التي سي بي اتاك، السمارف اتاك، وهكذا. دي سيناريوهات تانية عشان اعمل بيها التي سي بي سين فلودنج. التي سي بي سين فلود يا اما الاتاكر يبعت للفيكتيم بشكل دايركت بالاي بي ادرس بتاعه، يا اما الاتاكر يبعت للفيكتيم عن طريق سبوف ده اي بي ادرس، وده اللي انا كنت وريته لكم من شويه، يا اما الاتاكر بيتحكم في اجهزه زومبيز ومن خلال الزومبيز ديت هو اللي بيبعت التي سي بي فلودنج. ده التلات اشكال بتوع التي سي بي سين فلودنج اللي انت ممكن تشوفه. السيشن هاي جاكينج قلت لكم في بدايه المحاضره ان ممكن واحد يسرق السيشن بتاعتي. انا حاليا كجهازي فاتح مع الفيسبوك كونكشن، ففي واحد دخل في النص كده سرق السيشن بتاعتي. فهنا قال لك الشكل ده من اشكال الاتاك بيتم ان الاتاكر بيحتل او بياخد السيشن اللي اوريدي كان معمول لها اوثنتيكيشن. يعني دلوقتي في اوثنتيكيشن تم ما بيني وما بين السيرفر بتاع فيسبوك، طلب مني اليوزر نيم، طلب مني الباسورد، اخدهم، فانا بالنسبه لي خلاص هو بقى عارفني. ففي واحد دخل في النص بيسرق الكلام ده عن طريق ان هو بياخد السيكونس نمبر. انا بالنسبه لي كل ما بكلم موقع فيسبوك فانا كل مره ببعت له اتصال هو بيبعت لي حاجه زي رقم اسمه سيكونس. انا مثلا رحت الفيسبوك قلت له يا فيسبوك دي الرساله رقم واحد، اما هو بعت لي قال لي دي الرساله رقم اتنين، قمت انا قايل له دي الرساله رقم تلاته، هو قال لي دي الرساله رقم اربعه. فاللي بيحصل الاتاكر بيجي في النص، واهم حاجه بس يكون عارف يخمن ايه هو الرقم اللي جاي. يعني اخر كلام كان ما بيني وما بين فيسبوك، فيسبوك بعت لي رقم سته، فالاتاكر هيقوم داخل في النص وهيقوم باعت لفيسبوك رقم سبعه، فده هو السيكونس نمبر اللي احنا كنا متفقين عليه. فساعتها الفيسبوك هيصدق ان انا نفس الشخص، فمش هيطلب مني اوثنتيكيشن تاني ولا كان حاجه حصلت اصلا. كمان اتاك على الاتاكس بيتم على التي سي بي اسمه تي سي بي ريسيت اتاك. الاتاك ده بيتم
ان انا بنتحل شخصية السيرفر او باخد الاي بي ادرس بتاع السيرفر، وكل ما كلاينت تيجي يفتح معايا اتصال يبعت لي السن او ما انا ابعت له ريسيت. طبعا احنا عارفين الفلاجز بتاعت التي سي بي برضو من ايام السي سي ان راوتنج اند سويتشنج، كان في عندك 6 فلاجز بنلعب فيهم في التي سي بي بروتوكول. عندك السن، الاك، الفينش، الريسيت، البوش، وفي كمان عندك اخر واحد سن، اقولهم تاني، سن، ريسيت، او سن، اك، فينش، ريسيت، بوش، في واحد سادس بس انا مش فاكر الحقيقه بصراحه. بس هو عامه الستة فلاجز دول اللي انت بتستخدمهم عشان تبعت اي كونكشن ما بينك وبين اي حد عايز يبدا معاه اتصال. فانا كجهاز عايز، انا ككلاينت بيبعت للسيرفر، فالسيرفر بيبعت للسيرفر سن، فالسيرفر المفروض يرد عليه يقول له سن اك. انا بنتحل شخصيه السيرفر وببتدي انا اخد شخصيه السيرفر، فكل ما واحد يجي لي السيرفر يرد عليه يقول له انت مين، فيقول له انا الشخص الفلاني، فالسيرفر يقول له لا ريسيت. طب ليه السيرفر يعمل الكلام ده؟ عشان انا واخد الاي بي ادرس اصلا بتاع السيرفر وانا اللي برد بالاتصال ده. طيب انا وقفت بس الثانية عشان افتكر الفلاج الاخير وهو اسمه ايرجنت. فاحنا عندنا الفلاجز زي ما قلت لك تاني، السن، الاك، الفينش، الريسيت، البوش، الايرجنت. دول اهم 6 فلاجز موجودين داخل التي سي بي واللي على اساسهم انت بتتحكم في اي حاجه رايحه في الاتصال. مين اللي بيطلع لك بالظبط الفلاجز ديت وايه الفلاجز اللي تم استخدامه حاليا؟ برنامج اسمه واير شارك او بنسميه باكيت سنيفر، وده هنتكلم عنه برضه في الكورس بتاعنا قدام شويه. انا عايز اعرف بالظبط الاتاك ده تم ازاي او ليه الكونكشن ما تمش ما بينه وما بين السيرفر. هتلاقي في الواير شارك مطلع لي بالظبط ايه الفلاجز اللي تم ارسالها من ناحيتك وتم الرد عليه. بالنسبه للاتاكس اللي بتتم عن طريق بروتوكول اليو دي بي، اليو دي بي تقريبا هو اصلا استخدامه بسيط على محتوى الستريمينج اللي هي فيديو او صوت فقط. فعشان كده بيقول لك هو يمكن اليو دي بي اكتر مشكله فيه هي الليك اوف تشيكسم، مش بيفيريفاي ان الباكت وصلت ولا لا، مش عايز يبعتها لك تاني او لا. يمكن الفرق بين اليو دي بي عن التي سي بي ان التي سي بي كان بنسميه ريليابل كونكشن واورينتد بروتوكول، يعني اي رساله رايحه او راجعه لازم التي سي بي بيقول لك اديني رد، اديني ريبلاي ان هي وصلتك، لو ما وصلتكش اعيد ارسالها مره تانية وهكذا. فانا هنا بالنسبه لي اليو دي بي مفيش فيه تشيك سم، مفيش فيه اوثنتيكيشن، فممكن اي حد يأيدت في الداتا بتاعت اللي بتتبعت في اليو دي بي، ممكن اي حد اصلا يوقع الباكت في النص واللي قصادي ما يعرفش الباكت جرالها ايه. في عندي مصطلح جديد بالنسبه لك انت كراجل بتاع سايبر سيكيورتي، وده برضه هتشوفه في الامتحان، اتاك سيرفيس. اتاك سيرفيس بقول لك ده معناه ايه هي الفولنرابيليتي اللي تم استخدامها من ناحيه الهاكر عشان يعمل بيها اتاك على النتورك. يعني بقول لك بمعنى تاني ايه هي طريقه الاتاك، هل الاتاك ده تم عن طريق النتورك ولا عن طريق السوفت وير ولا عن طريق الفيزيكال ولا عن طريق السوشيال انجينير. فعشان كده احنا عندنا 4 كاتيجوري للاتاك سيرفيس. لو في اتاك بيتم على الاند بوينت بتاعتي او اتاك بيتم على المؤسسه او الشركه بتاعتي، بقول لك الاتاك بيتم بسبب حاجه من الاربع حاجات دول. يا اما في عندي فولنربيلتي داخل النتورك، في عندي بورتات مفتوحه، في عندي بروتوكولات انيوزد، في عندي انيوزد بورت، في عندي بورتات مفتوحه او انترفيسز مثلا محدش مستخدمها في السويتش ومفتوحه، فواحد عمل بلاجن ان ودخل معانا. او ممكن بسبب سوفت وير متسطب عندي، السوفت وير ده في مشكله، في فولنربيلتي. كمثال مثلا اكتر سوفت وير كان الناس كلها بتشتكي منه وتحديدا ابل، كان هو الادوبي فلاش بلاير، لدرجه ان هم منعوه عندهم في استخدامه في الاجهزه. فده كان ابلكيشن متسطب عندك على جهازك، يبقى انت جهازك دلوقتي فولنربل. انا ليه عندي فولنربيلتي؟ بسبب ان انت عندك برنامج الادوبي فلاش، ادوبي فلاش نفسه كبرمجيه او كسوفت وير في مشاكل. تالت نوع من انواع الاتاك سيرفيس هو اسمه الفيزيكال اتاك سيرفيس، يعني واحد دخل عندي على المؤسسه بتاعتي او على النتورك عن طريق مشكله فيزيكال. انا سبت الراك مفتوح، سبت غرفه الراك، الراوتر محطوط على الترابيزه، موجود اي حد ياكسس عليه، اي حد يعمل له ريبوت، الاكسس بوينت نفسه ممكن اي حد يعمل انبلاج للكيبلز بتاعتها يعمل لها ريسيت. فدي اسمها فيزيكال، واحد وصل للديفايس بتاعتك بشكل دايركت وهي مفروض كانت يكون متطبق عليها فيزيكال سيكيورتي. الاتاك سيرفيس الاخير هو الهيومن اتاك، ان في عندك مشكله في النتورك بسبب اليوزر نفسه، ويمكن دي حتى الان ملهاش علاج.
غير ان انت كل فترة بتعمل تريننج للمستخدمين اللي عندك، تقول لهم يا جماعة ممنوع حد يسيب الجهاز بتاعه مفتوح ويقوم، ممنوع حد يحط عنده في جهازه USB فلاش ما يعرفش مصدرها ايه عشان ممكن تكون اتاتشت فيها حاجة، ممنوع حد يكتب باسورداته قدام حد، ممنوع حد يكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعه في ورقة ويسيبهم عنده على الديسك بتاعه. دي كلها حاجات اسمها Human Attack Surface. فأنا كأتاكر ممكن أستغل الفسيولوجي أو إن الإنسان دايما بينسى، دايما بيسهى، يقول لك دي مش مهمة، أنت شايفها مش مهمة بس بالنسبة للأتاكر دايما بيدخل لك منها. طيب في عندي مسمى تاني اسمه الأتاك فيكتور. إزاي الأتاك تم؟ هنا بنسميها الباس أور روت باي ويتش ذا أتاك كان بي كاريد أوت. يعني الاتاك سيرفيس بقول لك الاتاك تم ازاي، عن طريق نتورك ولا سوفت وير ولا فيزيكال ولا سوشيال انجينيرنج. بعد كده الاتاك فيكتور بقول لك الاتاكر استخدم انهي نوع من انواع الاتاك بالظبط عشان يعمل اتاك. فالاتاك ممكن يتم بسبب ان الاتاكر عمل حاجه اسمها ريكونسنس اتاك، بدا يجمع معلومات عن التارجت اللي عندي في النتورك، عمل سكاننج، استخدم التولز بتاعه الان ماب، طلع البورتات المفتوحه. طالما طلعت بورتات مفتوحه اعرف على طول اطلع ايه هي الفولنربيلتيز. الفولنربيلتي معناها نقطه ضعف عندك في السيستم بتاعك. نقطه الضعف دي بتكون موجوده بسبب ان في عندك بورت مفتوح، سيرفيس مفتوحه، في مشكله في الهاردوير عندك، مشكله في السوفت وير، مشكله في الهيومن نفسه، فدي بنسميها فولنربيلتيز. فدايما انا كاتاكر لما اجي اعمل اتاك او اعمل اختراق على نتورك او على بي سي او على اكسس بوينت مثلا، بقول لك اول حاجه انا عايز ابحث عن الفولنربيلتيز اللي موجوده على الديفايس ده. طب ازاي ابحث عن الفولنربيلتيز؟ عن طريق ان انا بعمل حاجه اسمها استطلاع او ريكونيسنس، ودي اول فيز من الفيز بتاعه الاتاكينج، وهتشوفها مثلا بالتفصيل الممل بالتولز بتاعتها في كورس زي كورس سي اتش او سيرتيفايد اسكال هاكر. في كمان عندي نوع تاني من انواع الاتاك بيتم على قواعد البيانات او الداتابيز اسمه اس كيو انجكشن، وده هنتكلم عنه قدام شويه بالتفصيل. SQL Injection معناها ان واحد بيستغل ان عندي فيه database داخل المؤسسة بتاعتي، الداتابيز دي موجود فيها كل اليوزرز، متسجلة على هيئة عواميد وصفوف، فبدأ يستغل او يبعت حاجة للداتابيز تخلي الداتابيز تطلع له كل المحتوى بتاعه. في عندي اتاك اسمه Phishing Attack، معناها ان الاتاكر بيبعت رسائل ايميل كتيرة جدا لكل الناس، او بنسميها thousand of recipient. فتخيل دلوقتي جالك رساله، الرساله دي توصلت ل 10000 واحد زيك، في منهم اللي بيستجيب. الفيشنج تحديدا بيكون موجود فيها عندك لينكات او بيكون فيها مصادر غير موثوقه، تلاقي واحد بيبعت لك رساله خداع او رساله اصطياد الكتروني، ده الترجمه الحرفيه بتاعتها، بيقنعك ان انت تضغط على اللينك ده عشان تتحول مثلا على صفحه البنك او عشان تتحول على صفحه مثلا سيرفيس معينه، بقول لك اسحب الفلوس اللي انا حولتها لك، او ادخل هنا هتلاقي في عندك كتب فور فري، او تعمل داونلود سوفت وير فور فري. فانت بتضغط على اللينك ومتوقع ان انت هتلاقي الحاجه الفور فري اللي بيقول لك عليها، بس فعليا بيضحك عليك عشان ياخد منك الاوثنتيكيشن بتاعك. ممكن يكون الاتاك عن طريق الميل وير. الميل وير شامله اي حاجه ماليشيس، عشان كده حتى اختصارها جايه من ماليشيس سوفت وير. الميل وير ممكن تكون شامله الفيروسات، الورم، التروجن هورس، السباي وير، او حاجه كمان اسمها الروت كات. اي حاجه مضره عندك على السيستم بنسميها ميل وير، فانا ممكن اتاك عليك عن طريق استخدام ميل وير. الاتاك الاخير ممكن اعمل عليك اتاك عن طريق الويك اوثنتيكيشن، ان انت مثلا سايب الجهاز بتاعك مفتوح، مش عامل له يوزر نيم وباسورد قوي انا قدرت اخمنهم، او انا شفتهم قبل كده وانت بتفتحه. فهنا مثلا بيجيب لك ريبورت بي على حسب اخر تقرير لسنه 2016 سيسكو طلعته، طبعا بما ان السلايدز اللي انا بشرح منها ديت طلع في سنه 2017، فاخر تقرير كان طلع 2016. بيجيب لك هنا الريسكس، او بيجيب لك هنا اكتر الاتاكس اللي كانت بتتم على البي سيز او على المؤسسات كان بسبب ايه، او بسبب انهي اتاك سيرفيس بالظبط، او اسف بسبب اتاك فيكتور ايه بالظبط. فبقول لك هنا اكتر من 68% من الاتاكس او من الريسكس او المخاطر اللي كانت بتتم على المؤسسات بسبب الميل وير. في بعد كده فيشنج، في بعد كده عندك الاتاكس المنظم، في عندك الدنال اوف سيرفيس اتاك، في عندك البروت فورس اتاك ده عن طريق تخمين الباسورد، وفي عندك الزيرو دي اتاكس اللي هي لسه اتاك طازه ما حدش لاقي له علاج. هنا بيجيب لك بالتفصيل لو انا عايز اعمل ريكونسنس اتاك بعمله ازاي. ففي عندي
ازاي اعمل استطلاع او ازاي اكون بيانات عن طريق ان انا بعمل حاجه اسمها باكت سنيفر، بينج سويب، بورت سكان. الحاجات دي كلها هنشوفها بشكل عملي شويه. نفس الكلام بالنسبه للباسيف والاتاك ريكونسنس، كل ده انا هحدد له يمكن المحاضره الجايه بالتفصيل عشان اتكلم على كل الاتاكس ديت بالتفصيل وازاي بتتنفذ بشكل عملي شويه. فيمكن ده المهم هنا في الشابتر ده كله. في البدايه بشكل نظري بيعرفك ايه هي الاتاكس، بيعرفك ايه هي انواع الاتاكس. زي ما اتفقنا ان في عندنا 4 بروتوكول مهمين، كل بروتوكول بيتم عليه اتاك، عند الاي بي، التي سي بي، اليو دي بي، الاي سي ام بي. كل واحد من دول عليه اتاك، انت المطالب تعرفه الاتاك ده شغال ازاي. التولز مش مطالب بيها في الامتحان، هي حتى سيسكو في السلايدز بتاعتها كلها بتذكر لك التولز فقط، على اساس ان انت هتشوف التولز دي تاني في كورسات تانية ادفانسد او كورسات تانية اصلا متخصصة في الهاكينج زي كورس السي اتش. انما انت عندك الامتحان كله ام سي كيو، مفيش عندك تولز في الامتحان، هو بس تكون فاهم اسم التولز. او اقول لك الاتاك ده لو انا عايز اعمله بعمله بانهي تول، او عشان اعمل الريكونسنس عشان اجمع مثلا باكتس بجمعها بانهي تول تحديدا، فانت تقول له في تول اسمها واير شارك. بس انت فعليا كامتحان مش مطالب تعرف هي شغاله ازاي، بس احنا دي هنقولها بشكل كبونص عشان الموضوع بالنسبه لك يكون مهم شويه. بكده انا اكون خلصت المحاضره بتاعتي النهارده، واشوف في المحاضره الجايه ان شاء الله.